الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله مع هذا المثل العظيم من أمثال القرآن. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نحن نعيش الآن في زهرة من الحياة الدنيا، مآكل، مشارب، ملابس، مراكب، بيوت، أجهزة، تقنية، ترفيه، ألعاب. لكن الدنيا هذه لا تدوم، لا من جهة أنها ستنتهي بقيام الساعة، ولا من جهة أن الدنيا نفسها فيها دورات وموجات. يعني كم حضارات بادت، كم من حضارات بادت، أين قوم عاد الذين جابوا الصخرة بالواد، أين ثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، أين فرعون ذو الأوتاد الذي كان له وكان من نعيم الدنيا، أين الحضارة الفينيقيين وحضارة البابليين وحضارة الآشوريين والكلدانيين والرومان واليونانيين، أين هي؟ ما كان عندهم مدن عامرة وزراعات هائلة؟ ما كان عندهم نعيم ورفاهية؟ كان عندهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين؟ كان عندهم إمكانات ضخمة، مكناهم ما لم نمكن لكم، لكن زالت، انهارت، اضمحلت. وهكذا هذه الحضارة التي نحن فيها اليوم، تقنية وأجهزة وصناعات وتطور هائل، نانو روبوتس إلى، لكن الله يقول: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، لكن في النهاية فأصبح هشيما تذروه الرياح. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، لكن ما هي النتيجة بعد ذلك؟ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قال الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الله عز وجل ضرب لنا مثلا بالحياة الدنيا، ضرب بالحياة الدنيا مثلا، قال: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني من كل زوج بهيج ومن كل صنف ولون وشكل وطعم، مما يأكل الناس والأنعام من الحبوب والثمار والبقول. فإذا نظر إليها الناظر في حال عنفوانها
وجد الأرض قد تزينت واكتست بالحبوب والثمار والأزهار مختلفة الأشكال والألوان، بهجة للناظرين، أخضر أصفر أحمر أبيض. قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها كمال حسنها، شبهها بالمرأة عندما تتزين وتحضر فاخر الثياب وأنواع الحلي والأصباغ والزينة، وزينت. وظن أهلها أنهم قادرون عليها. والآن فعلا الآن بعد ما وصلوا، يقول الفضاء والكواكب وغزونا الفضاء، وهذه مراكبنا تجوب الفضاء وتصور لنا الكواكب، وهذه محطاتنا الفضائية، وهذه أقمارنا الاصطناعية ترسل وتستقبل وتشغل هذا الاتصالات، وتعيين الأماكن والأنظمة المتطورة والدقيقة والملاحة الجوية والإجراء العمليات بالتقنيات الدقيقة جدا، ودخلوا في الهندسة الوراثية يعني أشياء تطويرات هائلة. وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها، قال الله، أنهم قادرون عليها، قادرون على النبات والحصاد والقطاف. والآن أهل هذه الصناعات في الدنيا عندهم أشياء هائلة في التحكم، تحكم عن بعد، يتحكمون بطائرات ويتحكمون بمحطات فضائية ويتحكمون بصواريخ، يتحكمون وتنقل إليهم الصور من الأماكن المختلفة. يظنون أنفسهم أنهم خلاص ملكوا الدنيا الآن، تحكموا فيها. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني من قوة الإمكانات التي عندهم الآن. لكن ماذا سيحدث؟ قال الله عز وجل: أتاها أمرنا. أمرنا هذا إيش معنى صاعقة؟ طبعا بالنسبة للمثل المضروب في الزرع، أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا، صاعقة، ريح باردة فيها نار، آفة سماوية، فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. والآن هذه الحضارة التي شيدها الإنسان الآن، ويظن طغى، الآن طغى بهذه الإمكانات، اغتر، يظن الآن يتحكم في كل شيء، يتحكم في كل شيء في الأرض. بينما هم كذلك أتاها أمرنا. أمرنا الآن ماذا يمكن أن يكون؟ حرب نووية، عاصفة شمسية، انهيار اقتصادي، أتاها أمرنا، قضاؤنا أو عذابنا ليلا أو نهارا. والله يضرب مثل بهؤلاء الذين عمروا الأرض وظنوا أنهم قادرون عليها وعندهم كل الإمكانات، مثلهم مثل الذين زرعوا وصار الزرع بهيجا الآن، وأنهم في أي وقت سيحصدون ويقطفون ويأخذون نتيجة عملهم. أتاها أمر ليلا أو نهارا، يعني في قمة القوة، فجعلناها حصيدا يابسة بعد الخضرة والنضارة، كأن لم تغن بالأمس، كأنها ما كانت عامرة. يعني في اللغة يقال غني بالمكان إذا أقام به وعمره. قال الله تعالى عن ثمود: فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما أقاموا فيها ولا كانوا فيها. هكذا تصبح الأرض إذا صارت حصيدا، كأنها ما كانت في الحال الحسناء، ولا كأنه كان في نعيم من قبل، ولا كأنه كان في غنى من قبل،
كأن لم تغن بالأمس. إذن كل هذه الأشياء التي الآن عملت وبنيت وصار فيها الأنظمة الدقيقة جدا، إذا أتاها أمر الله انتهى. ما هي العبرة؟ يا أيها الناس لا تغتروا بالحياة الدنيا، مهما بلغتم من التطور ومهما بلغتم من التقدم ومهما بلغتم من الأتمتة ومهما بلغتم من التحكم ومهما بلغتم من التنوع ومن الصناعة ومن الحضارة، لا تلهينكم الدنيا ولا تنغمسوا فيها ولا تنشغلوا بملذات عن الدار الآخرة. ترى متاع الدنيا قليل، لا تغتر فتظن نفسك إنك قادر تفعل أي شيء وتتحكم ممكن تزول بغتة. نلاحظ في الآية أن أمر الله إذا أتى يأتي مفاجئا، واحد، شديدا، وبيلا، أخذ شديد. وقال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، في عنصر المفاجأة وعنصر الشدة وعنصر السرعة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فلا تتعجب أن يحدث فجأة انهيار اقتصادي فتسقط العملات وأسواق الأسهم والمصارف والأنظمة المالية طيب وإذا صار ذلك إفلاسات وإغلاقات، شيء صعب تخيله. لكن ماذا يبقى يا إخواني؟ ذكر الله، العمل الصالح. فنحن نأخذ من الدنيا ما نحتاج لبلوغ الآخرة، ما يعبرنا لأجل أن نعبر إلى الدار الآخرة. الجنة لا تفنى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجين في الآخرة والفائزين، وممن صلح حالهم في الدنيا وفازوا يوم الدين. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.